هاي، ازيكم وعاملين ايه؟ النهارده معايا من ايفون كي بيوتي كولكشن، عندي حاجه حلوه جدا اختراع. بس قبل ما اي حاجه، اللي ما شافنيش قبل كده يعمل سبسكرايب ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. ما تنسوش اللايك، واللي بيشوفني وقبل كده متابعني اهلا بيكم مره تانية. المره دي الاختراع من ايفون ثيرمر هايدريتنج ماسكس، دي جلوفز وسوكس يعني للايدين والرجلين. ده ماسك تحفة يعني. وليه بنقول ثيرمال هايدريتنج؟ ثيرمال يعني حراري، ويعني يعتبر قناع حراري مرطب. هنشوف هنستخدم ازاي. ده بتاع الفوت، طبعا احطه الاول. احنا اكيد قبل ما نعمل اي حاجة بنكون غسلين رجلينا كويس وغسلين ايدينا كويس عشان نستفيد اكبر قدر ممكن من المنتج او البرودكت اللي موجود فيه او السيروم. هو اساسا مصنوع من زهرة اسمها بورتشولاكا اكستراكت، هي الزهرة يعني، ده الاكستراكت بتاع الزهرة، والزهرة دي موجودة في البرازيل وطبعا مفيدة جدا جدا. كده هنشوفنا احنا اللي هي بتبقى طبعا بير يعني اتنين، هنقسمها او نفتحها من النص، عاملين زي كده حتة كده بسهولة كده بتقسميها او بتفصليها عن بعض. على فكرة ده للستات والرجالة عادي جدا، هم عاملينها اساسا كده حجمها كبير عشان يناسب كل الاحجام او مقاسات الرجلين يعني. اوكي كده احنا معانا اهو، ده منظره او ده شكله. من جوه بقى هتلاحظوا كأنه كده قماش، وكل السير موجود تحت، بس لما نحط رجلنا هنحس بيه يعني. هي الفكرة انك انت لما بتحطيه السيرم طبعا موجود، والحرارة اللي لما نقعد شوية كده الحرارة هي اللي هتشغل الاستفادة من السيرم ده. انا كده حطيت اول واحد طبعا، يعني حركة حلوة بصراحة، الواحد مستمتع وهو بيعمل الحاجة، فكرة جميلة يعني. انا قلت استفيد من الوقت ده، وفاكرين الاي ماسك بتاع برضو كي بيوتي قبل كده استخدمناه اللي هو النباتي اصلا، انا حبيته جدا وعملت عليه ريفيو، هسيب لكم اللينك تحت شوفوه لو عايزين. قلت استخدمه دلوقتي وحطيته بالطريقة التانية اللي هي من جوه لبره، قلت عشان تعرفوا طريقتين تحت العين سهلين يعني، تحطوهم من بالعكس او كده. يلا بقى دلوقتي نحط اليد نفس الطريقة، بنفتحه هنلاقي برضو طبعا اتنين. على فكرة هو مليان سيرم، وهتشوفوا دلوقتي قد ايه في سيرم يعني. وبرضو بنفصلهم بنفس السهولة، وادي ده اللي هنلزقه بيه. اول ما حطت ايدي يعني كانت مفاجأة بصراحة، مليان مليان برودكت فظيع 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 يعني، شعور حلو لا يوصف. كده انا خلاص بشيل الورقة الصفرة دي عشان اعرف الزقها، بنفس الطريقة بعمل في الايد التانية. كده انا خلاص خلصت، هسيب البرودكت طبعا او الجلوفز من 15 ل 20 دقيقه يكون خلاص يبتدي، هو مش هيسخن، هو هيدفى، تحسوا كده ان هو ايديكوا عرقت في الوقت ده. انا حاطه الماسك اللي هو الاي ماسك مرتاحه فيه، ريلاكس بقى على الاخر رجليا وايديا وعينيا، هبقى ايه ريلاكس لحد مثلا 20 دقيقه لحد ما خلصت خلاص. طبعا اقري اشربي حاجه موبايل، المهم هاي انا دي كده مره تانية جيت لكم وبوريكم بقى، تعالوا نشوف مع بعض ايه الاخبار. بتفتحي طبعا بوريكم السيروم بقى عامل ازاي. بصوا قد ايه يعني غرقان في السيروم. طبعا انا ده كله انا مش بغسل ايدي خالص، مش بغسل رجلي خالص، كل ده انا هستفيد منه، ولسه فيه كمان جوه على فكره. هنبتدي بقى ندلك ايدينا بكل البرودكت ده الحلو ده، كل ده استفاده ليكوا. هتحسوا فعلا انه ايديكوا طريه جدا كده وانتعشت كده، وعارف عيد بقى، هو ده استعدادات العيد بجد. انت عملتوا لها ترطيب عالي عالي عالي. نفس الموضوع للرجلين، وهشيله وهدلك
بصوا جمال، حاجه فوق الخيال، حلو قوي قوي قوي. حسيت بفرق من اول مره فعلا يعني. لا انا فعلا برشحه، حلو قوي، شوفوا تحفه. نشيل بقى الماسك بتاع العين او البادز، وما تنسوش طبعا احنا بندلك البرودكت، ما بنشيلوش ما بنغسلوش، كل ده استفاده لينا. انا كده استغليت ال 20 دقيقه عشان اعمل كمان ماسك لعيني، حاجه حلوه قوي، دلع بقى كده. انا كده مبسوطه جدا بجد، والتو ماسكس حلوين حلوين حلوين. جربوهم، هما نازلين في المجله وان شاء الله هينزلوا في البروشور، فعلا برشحهم، شوفوهم وما تنسوش زي ما قلت لكم سبسكرايب، وخليكم معايا دايما ما تنسونيش، وشكرا وباي باي.